واحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية النهاردة كان لازم نحتفي كمان بفنانات ريفيات قدروا بفطرتهم انهم يبدعوا بقى من النسيج ويطلعوا لوحات ما تتقدرش بتمن عشان تنقل صورة مصر الجميلة للعالم كله. وده بالفعل يا منى اللي رصدته المخرجة نانسي كمال في فيلمها مدرسة أبدية عن فنانات مدرسة ويصا واصف للسجاد اللي معانا دلوقتي. صباح الخير عليكي. صباح الفل عليكم، يا اهلا بيكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، شكرا للاهتمام بالفيلم والاستضافه. احنا طبعا حابين نعرف منك اكتر ونشوف كده رحلتك داخل المدرسه، ايه ابرز ملاحظاتك في المدرسه، وكلمينا كمان عن فكره الفيلم. طيب، اولا كل سنه طيبين. انا عارفه النهارده طيب. يوم المراه الريفيه، وده السبب ان احنا عاملين المداخله دي دلوقتي. وحضرتك والاستاذه منى طيبين والف خير يا فندم. كلنا طيبين. اللي حصل ان انا كنت زرت المكان دوت سنه 95 في دخولي لكليه فنون جميله، وفضلت القصه جوايا بتاعه رمسيس وزهير، وازاي غيروا حياه قريه بالكامل، وازاي اثروا في حياه ناس تانية. وبعدين لما جات لي الفرصه ان انا اعمل الفيلم الطويل دوت سنه 2019 ابتديت التصوير. الفكره يعني عرفت ان انا لازم ارجع لنفس المكان دوت، مكان فيه ناس انا بتعلم من حكمتهم. اتشرفت بتوثيق قصص كتير عنهم، كل واحده فيهم كانت بتثبت نفسها في بيتها ووسط أسرتها في قريتها كفلاحة مصرية بتقوم بكل واجباتها. في نفس الوقت هم كمان فنانات عالميات وفنانين عالميين، يعني شرفوا مصر في كل معارض العالم، في أشهر المعارض، وعندهم الحكمة دي اللي الواحد بينفع يتعلمها. والحكمة كمان اللي حصلت مع رمسيس وصوفي، إن هم إزاي لما راحوا القرية في الأول كانوا لسه النساجين دول اطفال، يعني ما كانوش لا بيعرفوا نسيج، يمكن كمان ما كانوش راحوا مدارس، فابتدوا معاهم باللعب ما ابتدوش معاهم على طول بتعليم الحرفه او تعليم الفن، لا ابتدوا معاهم الاول بان هم يلعبوا معاهم ويفهموهم كويس. وبعدين لقوا الطفل اللي هو الخامه النقيه ديت، هي بداية الفكرة وهي الفرصة انه يطلعوا اللي جواكم. وحلاوة الموضوع ان هم ما كانوش بيقولوا لهم يعملوا مواضيع، يعني الاطفال كانوا بيجيبوا من البيئة بتاعتهم في القرية، هم اللي يعملوا المواضيع اللي عن اللي بتشوفها على السجاد اللي هم بقوا مشهورين بيها دلوقتي، اللي هي عن الحصاد والسوق والزرع وسوق الجمال والخرفان. فازاي هم لايقين كده قوي مع الفن بتاعهم، لايق على البيئه اللي هم خارجين منها، ودي الحاجه الاصليه اللي خلت العالم كله يحترمهم. انت اتعاملتي مع جيلين من الفنانين او الفنانات اللي كانوا موجودين في المدرسه، عايزه اعرف اخترتي الفنانات اللي موجودين في الفيلم ازاي، وهل كانوا من الجيلين ولا لا؟ هو فعلا الفيلم بيرصد العلاقه بين جيلين من النساجين وعلاقتهم بجيلين من العيله. ليه بقى لما المخرج بيروح مكان او المخرجه تروح مكان بتختار حد وما تختارش حد؟ مش انا اللي بختارهم، ممكن يكونوا هم اللي بيختاروني، يعني هو المكان طول الوقت مفتوح ومرحب بكل الناس. فلما انا كنت بروح اقابلهم كان في صداقه بتحصل بين النساجين وبعضهم. هم المكان هتلاقيهم قاعدين في الاتريهات بتاعتهم، وفي وقت الراحه بيتجمعوا في زي الفناء بتاعهم، فكل واحد بقصته وكل واحد بقى بحكايته، والحكايات جابت بعضها طبعا. فاخترنا السبع نساجين اللي وثقناهم. بس انا يمكن لو رحت تاني اكيد هلاقي حكايات تانيه اكتر. بكل تأكيد. أستاذة نانسي، أي مهنة أو أي حرفة بيكون فيها صعوبات وتحديات، وأنا هنا مش عايز أتكلم عن الصعوبات والتحديات بقدر ما عايز أتكلم عن إزاي السيدات دول قدروا يتغلبوا، بما إننا بنحتفل طبعا باليوم العالمي للمرأة الريفية، إزاي قدروا يتغلبوا على هذه التحديات؟ طيب، التجربة اللي هم حكوهولي إن ما كانش في ستات بتخرج من بيتها في الحرانية، يعني الستات اللي في مركز رمسيس ويصا واصف دول أول ستات خرجوا اشتغلوا في البلد ديت. من بعدها هم عملوا النقلة، يعني بعدها ما بقاش في ستات خلاص مش متعلمة، ما بقاش في خلاص ستات بتقعد في البيت.
بقى عادي عندهم انه الست تخرج وتكون متمكنة ان هي تجيب فلوس وانها تساعد في البيت. وبالتالي ده عمل تأثير في حياة أسرهم وحياة أولادهم، وتنقلوا نقلة كبيرة، حياة المجتمع كله وكل أصلا. ست منهم هي بطلة في بيتها. وفي نفس الوقت يكون عندها من الحكمة إن هي ما تأثرش. يعني أنا سألتهم طب أنتوا بتعملوا حاجات بيتكم إمتى؟ قالوا لي لا، إحنا بنروح نصحى الصبح نجيب الطلبات بتاعة البيت، وبعدين بعد ما نخلص شغل بيتنا بنيجي على هنا. وحلاوة المكان إنه كان مثلا ممكن الجنينة واسعة وحلوة، فكان بيجيب كان الأولاد بتوعهم بيجوا معاهم ويقعدوا في الجنينة. فزي ما يكون كده رمسيس سويسة واصف أستاذ الحضارة كان عارف الطريقة اللي الحضارة بتحصل بيها. الطريقة اللي الحضارة بتحصل بيها إن الست تكون عارفة تعمل التوازن دوت، وإنها تكون لايقة على المكان بتاعها، وإنه يعني ما يبقاش الموضوع شغل بطريقة ناشفة، لا يكون في مرونة ويكون في حالة حب، فالناس تقدر تدي كويس بمواعيد مفهوم طبعا. مرنة، بتواجد الأطفال، بتسديد احتياجات البيت. ازاي الفن متمثل بقى في الفيلم اللي حضرتك اخرجتيه يكون بيساعد على انه يحصل نوع من انواع تعزيز الفكره او تدعيم الهويه الريفيه والهويه المحليه لدى السيدات دول، وان الموضوع يبقى بقى عادي بالنسبه لنا؟ يعني ازاي احنا نقدر نعرف الهويه الريفيه ده، وازاي ده ينفع انه يبقى توثيق للفنون المصريه المختلفه زي السجاد؟ هو كان درس ليا انا شخصيا في الاول، لانه انا اول ما روحت المكان اول مره انا لسه داخله كليه فنون جميله. يعني كان هدف الرحله اللي انا روحت شفت فيها المكان اول مره انهم بيعرفوا الناس على الاماكن في سقاره ورحله، بيتعرفوا الطلبه الجداد. فانا داخله على اساس ان انا هعمل بقى الفن بتاعي. في فتره كده بنضطر ساعات ان احنا نعمل حاجات مش بتاعتنا قوي، او حاجات ممكن تكون اذواق تجاريه، وانا نفسي بعمل الحاجات دي عشان اكل منها عيش نظيفه وفي حياه يوميه. لكن الدرس ان هم لما رجعوا لاصولهم، ولما كانوا صادقين ان كل لحظه هي لحظه بيطلع فيها لوحة ما ينفعش ان انا اكررها تاني، لان هم مثلا القطعة اللي بيعملوها دي بتبقى قطعة يونيك، ما ينفعش يكرروها تاني. هي جاية باحساس اللحظة وجاية من الخلفية اللي هم شايفينها بصدق. يعني هي لما حد مثلا بيعمل لوحة فيها المنجد او العروسة وهم شايلين الحاجات بتاعة الفرح بتاعتها، او الحصاد او السوق، لما الواحد بيعمل الحاجات دي هي طالعة منه من البيئة بتاعته وبتبقى شبهه قوي. الحاجة الحلوة كمان ان هم حتى يعني في اي وقت هم قادرين يكونوا مستمرين ومعتمدين على نفسهم تماما، لان هم كمان حتى الصبغات اللي بيصبغوا بيها الصوف اللي بيعملوا منه السجاد، الصبغات دي بتتزرع عندهم في الارض وهم بنفسهم اللي بيصبغوها. فده بيديهم اولا يعني قوة ان هم اللي عندهم المادة الخام، كمان التنوع في الالوان، يقدروا يفتحوا ويغمقوا ويخلطوا الوان على بعضها ويطلعوها، وان كمان الحاجات دي مزروعة في الارض بتاعتنا فهي لايقة علينا. يعني كل حاجة في الخامة لايقة علينا، والالوان ديت فعلا بتعيش. أكيد يعني حقيقي وثقتي الرحلة الفنية اللي بتقوم بيها الفنانات عشان تطلع لنا لوحة فنية من السجاد زي ما حضرتك وصفتيها لنا. كل الشكر ليكي نانسي كمال، مخرجة فيلم مدرسة أبدية.